بالتأكيد مواجهة صعبة أمام الأهلي المصري، كيف ترى هذه المباراة؟ مقابلة صعبة على الفريقين الاثنين، يعني بعد نتيجة 0-0 في الذهاب تخلي باب الترشح مفتوحة بالنسبة قد قدم ما بين الفريقين الاثنين. بالنسبة للنادي الأهلي بنزرتي يظل مطالب باش نلعبوا عاليين، مطالبين باش نبادروا، مطالبين باش نخلقوا فرص، مطالبين باش نمشيوا، وخاصة من الناحية الهجومية باش نكونوا جاهزين. نفس الشيء من الناحية الدفاعية لازمنا نكونوا جاهزين حاضرين، خاطر باش نلقاو قدامنا فريق كبير، فريق عنده إمكانيات هجومية محترمة. على مستوى الأدوار الدفاعية لازمنا نخدموا مليح، والهجومية زاد كيف كيف. مباراة صعبة باش تكون كما في الماتش الذهاب، باش نعملوا اللي علينا وإن شاء الله باش نجيبوا الترشح من القارة بالذات إن شاء الله. مباراة صعيبة، أنا عملنا ريزلتا معناها تنجم تكون بياج في الأهلي، معناها حضرنا روايحنا كوم يلفو، إن شاء الله نعملنا اللي علينا، حضرنا كوم يلفو، إن شاء الله نكونوا حاضرين نهار المباراة إن شاء الله. محضرين الماتش نتاعنا 0-0 مقابلة في بنزرت، الحظوظ 50% 50% الأهلي والسياب. ان شاء الله اللي يكون حاضر خير ويلعب كره مزيانه ان شاء الله يترشح لدور المجموعات ان شاء الله. طبيعه مقابله صعبه، احنا حاضرين لها وكم يلفو جايين باش نربحوا ان شاء الله ربي معنا. ان شاء الله باش تكون مباراه كبيره ما بين زوز فرق. نحن في الاهلي جات نادي الاهلي عملت في بنزرت 0-0، حتى نحن باش نمشوا باش نجيو كما قلت نلعبوا ماتش كبير ياسر ان شاء الله بقدره ربي الانتصار، ونحن جايين كان على الانتصار. بالنسبه للترتيبات لقينا النادي الاهلي حاضر هنا كانت كويسه برشا، وفر لنا كل شيء، التنقل الامن النزل من اعلى تيراز مراكز تدريب، اعطانا زوج ثلاثه امكانيات اخترنا اللي تناسبنا وتناسب مكان الفريق نتاعنا. نشكر النادي الاهلي. هذا مش غريب على الاخوه المصريين، عملوا لنا استقبال وحفاوه استقبال حاره جدا واستقبال كبير ياسر، ونشكرهم في هذا. هو مش غريب على المصريين، الحمد لله احنا ما حسيناش روحنا، احنا حاسين روحنا في بلادنا الثانيه وهي مصر. والله انا ما جيتش في الامور الرياضيه، انا استغليت الرياضه اللي كان زور مصر اللي ما زرتهاش من 30 سنه، وجيت نشوف القاهره ونشوف الشعب المصري ونشوف اجواء القاهره، وكانت الرياضة هي الوسيلة باش مكنتني باش نجي.